ما تعانيني من مقاولات بالجنوب هو الإبداع وانطلاق مقاولات بتفكير جديد وبإبداعية وبأيضا آليات مبتكرة تسمح بجعل هذه المقاولات ترقى إلى المستوى العالمي. اللي هي تعتني بجمال المرأة، الكون عندنا هون في الصحراء عندنا منتوجات ما شاء الله يعني محلية بوفرة. في البداية قمنا بعمليات تحسيسية للشباب من خلال مجموعة مبادرات كستارت اب ويكاند مع إنجاز المغرب ومع أيضا إناكتوس في البداية ومع مايكروسوفت، ثم انطلقنا لمراكز التكوين التي قامت مؤسسة بإنجازها بالعيون وبالداخلة لتكوين الشباب، ثم بعد ذلك دعم الجمعيات المحلية العاملة في مجال دعم المقاولات كالعيون مبادرة والداخلة مبادرة، والآن نحن بصدد دعم مبادرة خاصة بالإبداع المقاولاتي ودعم العمل الجماعي من أجل لوكو ديزاين الذي رأيتم اليوم نتائجه من خلال المشاريع المشاركة في هذا المؤتمر والتي هي حصيلة لعمل أسبوع من طرف هؤلاء الشباب، شباب من الداخلة من العيون من قلميم ومن شمال المملكة حاملي مشاريع حضروا هنا لدعم هؤلاء الشباب المحليين من أجل إبراز كفاءاتهم وإبراز مشاريع محلية. أنا واحدة من الناس اللي استفدوا من هذا التكوين اللي وقع في مدينة العيون مدة أسبوع مع الديلاب والإم آي تي ومع أيضا شركة فوس بكرة ولا الفونداسيون ديال فوس بكرة. علمنا في هذا سيمانا كيفاش نديروا الديزاين بروسيس ولا نديروا الكو ديزاين يعني التصميم المشترك بين المجموعات وهذا، وتعلمنا ايضا انه نخيو المشروع ديالنا الشخصي. كوينور ميثود